المرتدات لا يمكن إغفال المرتدات، لأن قبل قليل لاحظنا وكاد سبورتنج خيخون أن يبدأ بالتسجيل، لكن أمام الفرق الكبيرة يعني قد تتخلف بهدف، تتخلف بهدفين مثل ما حصل للريال في الأخير. فاز الريال وإن كان فوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مشروع تسجيل الهدف الأول أمامك، يتقدم نيمار، يمر نيمار، يحولها لنيستا، نيستا يلعبها عالية، يخرج المرمى، جول المرمى، جول 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 جول. نعم، الهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة برشلونة. خرج كويار، يعني السبب في الهدف هو نيستا، لعبة نيستا اللي أسقطها ووصلت بعد ذلك. خرج كوير من مرماه، المرمى فاضي وأمامنا لاعب ما يلاعب على الإطلاق. شوف شوف هكي قدامك، شوف هني أسقطها نيستا وأتت ردة الفعل من حارس المرمى، خلاص لاعب ما يلاعب على الإطلاق. ميسي مباشرة، المرمى فاضي، ضربت، شوف 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 ضربت الآر، تهيأت إلى ميسي، المرمى فاضي تماما، حطها له في الزاوية البعيدة، وميسي إذن يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة برشلونة. هذا لاعب ما يدي هدايا على الإطلاق، ميسي يصل للهدف رقم 25. هدف جميل، يعني حارس المرمى خرج من مرمى والمرمى على البرشا، أكيد وصلت إلى ميسي، ميسي مباشرة سواريز. اعتقد هو اللي راح يسدد، اعتقد لان نيمار اضاع ضربتي جزاء، وميسي بالمقابل اضاع بعض الضربات الجزاء. لكن شوف 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 ولاحظ معاي، اليوم الكره اصطدت في اكثر من مرتين في سبورتنج خيخون، ومره في برشلونه عنده بيكي اما كان حاضرا. لكن امامنا ضربه الجزاء، وسواريز الحين يبي انه هو يتفوق على كريستيانو رونالدو ان يصل الى الهدف رقم 32. سواريز امامك الان، عنده فرصه على اساس انه هو يسجل الهدف الثالث ويأمن نقاط المباراة ويأمن نفسه في صدارة هدافي الليغا. سواريز يمكن يسجل، سواريز يتقدم يسجل سواريز اللي كان قد أضاع ضربتي جزاء، يسجل الآن الهدف الثاني والهدف الثالث هنا من ضربة جزاء، متفقين عليها. ميسي بالمناسبة، ميسي أضاع يعني هذا الموسم 4 ضربات جزاء، في سجلنا أنه أضاع 8 ضربات جزاء. يأتي الآن سواريز اللي هو الآخر أضاع ضربتين جزاء، لكن الآن يسجل هنا، والآن أنتي بعد ضربة جزاء، وبعد جنة سواريز، بعد بلنتي حكم المباراة احتسبها والله بعضهم ما أدري، لكن السيد كلوس غوميز يحتسب ضربة الجزاء. اليوم عاد يمكن الحديث عن ضربات جزاء كثيرة، يمكن يعني بعضها أوضح من هذه اللقطة، لكن شوف 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 سقط نيمار وحكم المباراة ما يبي له شيء، لأنه واقف في مكان صح، الرؤية عنده صح، نحت حجب عنا الرؤية على الإطلاق، وصلت الكرة إلى ضربة جزاء ثانية.
بعد اعتقد سواريز. اي خلاص خلون سواريز، كلهم يبون سواريز، اكيد ما يبون كريستيانو اكيد، يعني الوضع الطبيعي. سواريز هالمره يمكن في على يمين حارس المرمى، لا والله حارس المرمى في نفس الزاويه، سواريز سيسجل الهدف الرابع. صارت 4-0. جنيهم يبون يعني برشلونه، انريكي، الاداره، المشجعين، الانصار، سواريز، كلهم يبون كذي، يعني يبون 4، يبون خلاص. واحد صفر بشق الانفس كما ذكرت الحقيقه من البدايه، كل ظروف مهيئه لكي يفوز برشلونه على سبورتنج ليخون. برشلونه يضرب بال4 وفي الوقت المناسب، يعني المباراة الثانية أيضا مع برشلونة، لكن 4-0، ما أدري إيش بلا هذا اللاعب. يأتي الآن ويرتكب، شوف 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 شوف، يرتكب الخطأ وفي مسك بصراحة، وطرد بعد بلنتي، بعد بلنتي، بعد سواريز ترى. ها يا أخي، تغير الحال رأسا على عقب. هذا لعب هاليلوفيتش، لعب برشلونة، لكن لا والله من لا هالمرة نيمار، نيمار على تنفيذ ضربة الجزاء الثالثة في هذه المباراة كلها لبرشلونة. نيمار يتقدم، يأتي بالهدف الخامس، يأتي بالهدف الخامس. صارت 5-0 لبرشلونة. الكامبانو السعيد، آخر 5 دقائق، صارت 5-0 في عام 1987. حقق سبورتنج ليخون فوز كبير 4-0 على برشلونة، لكن في موسم 50-52 برشل الفريقين في أمام بايرن ميونخ وأمام مانشستر سيتي يمكن يعانون. السادس وسوبر هاتريك آخر لسواريز، بصير 6-0. في مباراتين لويس سواريز، 8 أهداف في مباراتين، سوبر هاتريك مرة أخرى، مرة في الريازور أمام ديبورتيفو لا كورونيا، ومرة هنا في الكامبانو. والوضع الطبيعي صار، يعني اللي كان فيه يفكر فيه ويعمل برشلونة والجماهير اللي حضر هذه المباراة، تبي كذي، تبي 3-4-5، صارت 6 الحين، وبالتالي فوز عريض. شوط ثاني مليء بالأهداف 5، ومليء بضربات الجزاء 3.